مازال موصي معكم حتى للخمسة متاع العشية. اليوم نحكيه على اضطراب ما بعد الصدمة، نحكيه على الأسباب بتاعه، الأعراض، وبطبيعة نحكيه على الطرق العلاجية. معنا الدكتورة أروى عادي فنيرة، طبيب مختصة في علم النفس والعلاج النفساني. قبل ما نكمل معك دكتورة الحديث، معنا بتليفون أحلام. مرحبا. عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك أحلام. يعيشة. يتكلم فينا من صفاقس أحلام. بالضبط. التحية ليك والتحية للناس صفاقس الكل. يعيشك. تفضل أحلام. عجبني البرنامج برشا، موضوع البرنامج حبيت نشارك ونصف صوتي. مرحبا. يعيشك. تجربتي سعيدة شوية تعديت عليا. أول صدمة خليتها هو موت أمي. عندها ممكن عام وشهرين ملي توفيت. صدمة كبيرة برشا، مهيش حاجة سهلة تعديت علينا. للتو موجوعين، للتو مهيش حاجة سهلة يعني. العائلة الكل، أخوتي، البابا، الدار الكل. احنا مازلنا مصدومين، وجاتنا صدمة أخرى، صدمة ثانية اللي جاتنا تو يعني أول الجمعة هذية. أنا نشوف صدمتي المرة هذية متاع ظلم. يعني كي تحس بروحك أنت مظلوم وما تنجم تعمل شيء، فهمت؟ المرة هذية جات شي خويا، خويا الصغير دارير موت عدى مع عملية ظلم قوية برشا من جهة أعوان أمن. تعديوا عليه، ضربوه، عد جميع أنواع التعذيب عملوه فيه. مي أنت ما تنجم تعمل حد شيء، لا تنجم تدافع على روحك، لا تنجم توصل صوتك، ما تنجم تعمل حد شيء. إن هذه ممكن من ممكن أنت ما زلت مصدوم وتجيك صدمة أخرى كما قلت لك، اللي أنت تحس بروحك تعجز حتى بس تتكلم يعني، فهمت؟ واضح. يمكن هذو مزوز هما بعد شوي على الموضوع، لكن ميساج تجاوبك عليهم مدام دونك دكتورة أروى. زوز صدمات كي نحكيو عليهم، زوز صدمات هذوما كيفاش النجم معناتها الإنسان يخرج منهم، معناتها شنو لازمو يعمل؟ باهي، أول حاجة هي حكيت على الصدمة الأولى اللي هي وفاة والدتها. هي حاجة عادية انه باش يكون فما معناها قلق نفسي بعد وفاة متاع حد عزيز عليك معناها. وهذه حاجة معناها اي انسان نجم يتعرض لها، باش تفقد امك ولا حد عزيز عليك. اكيد باش تلقى علامات متاع اكتئاب، تلقى توتر، قلق متاع نوم، اكسيتيرا. حاجة عادية. وقتاش نحكيو على حاجة مرضية؟ وقت اللي تتواصل العلامات هذية مدة طويلة. هي بتتك مازلت في المشكلة متاحة الأولى أو خلطت عليها مشكلة أخرى في العائلة. دونك هي نحسها من صوتها أحلام اللي هي متقلقة برشا. وكاني أحلام عندها برشا قلق يعني نفسي، ولا عندها اضطرابات، نجم تستعين بحد نجم يعاونها ولا يخرجها من الأزمة. إيش معناتها صدمة مثلا؟ نمشيو الأولانية، لصدمة إنسان إنه عزيز عليك وتقعد تتذكر وتقعد مصدوم، إيش معناتها؟ كيفاش إنه الإنسان ينجم يقعد في الحالة هذيك بار اكزومبل؟ هذه سيتاني تاد دوي معني حداد واحد على حد قريب له، فمعني اي انسان باش يتصدم الصدمة هذيك. وقتاش نحكيو على حاجة يلزمها معني علاج ولا يلزمها متابعة، وقت اللي يولي فما لدوي هذا يتواصل برشا، ولا يولي فيها دي تخوب هكا دي كومبورتمون، ولا حاجات ما كانتش موجودة، ولا اضطرابات في السلوك، ولا اضطرابات نفسية معها. وقتها نحكيو على اندوي لوجيك معناها. اما انها تكون معناها عندها اضطراب، يلزمها تتحزن على امها بشوي بشوي وتتعديها المرحله هذيك، فهمتني؟ واذا ما نجبتش تتعديها وحدها، تنجم تستعين باخصائيين ينجموا يعاونوها باش تتجاوز المرحله هذه. واضح. والانسان اذا كيفاش انه ينجم يواصل في الحاله هذيك؟ إذا ينجم يبعد على الحالة ذيك وخلي يلقى عائلة كاملة بار اكزومبل اللي هي تعيش في نفس الوضعية النفسية. ذي تزيد تأثر عليه وإلا لا؟
أكيد بالطبيعة هي المشكلة متاحة سورتو خوها معناها من بعد الحادثة اللي صارت له هذه وحسب ما قالت معناها تعذيب ومعاش أنا الحالة النفسية متاع خوها كيفاش توا من بعد اللي صار له بتيت خوه ينجم يكون عنده شوية اضطرابات وإذا العائلة الكل تكون تزيد أثر على نفسية الإنسان بالطبيعة خاطرك مش كيما كي يكون وحده مش كيما يكون بالطبيعة لازم السوتيان فاميليال لازم في الحالات كيما هذه حتى العائلة الكبيرة معناها بالطبيعة العائلة المقربة هي بش تكون عندها متأثرة أكثر معناها واضح شكرا لك أحلام شكرا لك على التواصل متاعك نكمل معك لهنا في الأعراض الأعراض من ناحية تكون معناتها موجودة معناتها كيفاش الإنسان يعرف روحه اللي هو في صدمة نفسية أو اضطراب ما بعد الصدمة هنا أحلام ما حكيت لنا شوية على صدمات نفسية معناها اجتماعية أكثر احنا توا في اطار الموضوع متاعنا نحكيو على الصدمات اللي مربوطه بحوادث كان واحد الانسان معرض للموت ولا او شاف قدامه او حياته مهدده او تجرح جروح بليغه نتيجه حادثه معينه العلامات اللي تظهر في الاضطراب ما بعد الصدمة أول العلامات هي لا ريفيفيسانس دو لا سين تروماتيك معناها الإنسان يعاود يعيش الحادثة هذيك في أي لحظة من نهاره معناها يبدأ قاعد على روحه يحس روحه كأني عاود صارت له هكا الحادثة يعاود يعيشها الكل معناها في مخه يعيشها كأني توا قاعدة تصير ينجم يكون يعمل دي رياكسيون زيدة تقولش عليه دي رياكسيون وقتها معناها قاعدة الحادثة قاعدة تصير مثلا حادثة متاع ان اكسيدون مثلا متاع سنية ولا دو لافا بوبليك تلقاه مثلا يعيش يعود له هكا سين كيفاش الكهرباء شنو صار بالضبط تعود له لسين الكل في مخه افيك دي زيموسيون هكا نيجاتيف دو فورتو زيموسيون معناها الاحساس اللي حس وقتها الخوف دقات القلب تبدا متسارع يحس بخوف كبير تشنج عضلي وينجم حتى يعمل دي رياكسيون ان ديغي هو في الحادث معناها انه يهرب وقتها والا حالات الاغتصاب ولا حاجه ينجم يحاول يدافع على روحه وبيده وعلامات متاع مقاومه ولا حاجه فهمت كانه يعاود يعيشها هكا الصدمه هذيك من اول وجديد فهمتني وتنجم تتعود له توتو لون دو لا جورني معناها سوا سبونتانيمون معناها من غير حتى سبب يبدا قاعد تتعود له الحادثه في مخه ويتفجع ويخاف خوش عليها توا عايشها الحكاية ما تترجع كل فيلم في كل لحظة كأنه فيلم تعاود تتعدله في مخه كأنه فيلم مع اللي زي موسيقى الخايبين اللي عاشهم وقتها مع اللي غياكسيون اللي عملهم وقتها وكأنها صايرت له توا وإلا نجم يسي في الليل مثلا هادو ما لغفيفيسان جنرال ما في النهار وفي الليل ينجموا يعملوا يصيروا له دي كوشمار يقوم في الليل مفجوع كيف كاين لاسين صايرت له توا لا ريفيفيسونس قلنا تنجم تصير دون فاسون سبونتاني معناها من غير حتى سبب والا تنجم تصير له وقت اللي يشوف حاجات يذكروه بالحادثه ابسط الحاجات ينجموا يذكروه بالحادثه مثلا نعطيك حادثة مثلا حتى في فيلم تفرج فيه صحيتك مثلا تفرج في فيلم مثلا ريحة الكهرباء العجلي متاع الكهرباء مثلا الامبولانس دي زنديس حتى صغار معناها يشوفهم كل يوم تتعود له هكا الفيلم ويعمل لامام رياكسيون خوف كبيرة وفجعة كبيرة ودي زيموسيون خايبين ومام دي رياكسيون معناها يعيشها كيف بخلاف لا ريفيفيسونس نلقاو تو سكي معناها لي كوندويت ديفيتمون لي كوندويت ديفيتمون واش معناها انا كل ما يتعلق بالحادثه نهرب منه مثلاً البلاصه اللي صارت فيها الحادثه ما عادش نمشي لها الاشخاص اللي كانوا معايا وقت الحادثه ما عادش ندور بهم ابسط الحاجات راه فما شكون حتى الحوايج اللي لابسهم وقت اللي كان شاهد على الحادثه هذيك مثلا ما عادش يلبسهم حاجات بسيطه مثلا صور افلام اي حاجه عندها علاقه ينجم معناتها اي حتى حاجه حتى روائح راه حتى ريحه متاع حاجه تذكروا بالحادثه فما عباد مثلا تعرضوا للحرق ولا حاجه كيشم ريحه متاع الحمض المشوي ولا دخان ولا حاجه ترجع له هكا الصورة بكلها الفيلم الكل يرجع له في مخه ويحس كيف بالعلامات بتاع الخوف والتوتر النجم مثلا الإنسان صار له الاضطراب هذا النجم معناتها في العائلة يفيقوا به معناتها اللي هو عنده اضطراب من بعد الصدمة
وإلا يقولوا شبيه مثلا سلوك ولدنا هكا ولا بنتنا هكا. هو الاضطراب ما بعد الصدمة ينجم يظهر عليه دي تخوبل دي كومبورتمون بخلاف اللي حكينا فيهم توا، إنه هو يولي يميل للعزلة أكثر، الانزواء أكثر، وينجم يظهروا عليه حاجات أخرى اللي هما لي رياكسيون دو ديبر فيجيلانس نسميهم، إنه هو يولي يتفجع على الأقل حاجة أنت تمسه هو هكا يقفز، نعرفش إن باب يتسكر على غفلة يقفز. فهمت هذوك لي رياكسيون؟ نقولوا احنا البدن يبدا في حاله تاهب، يعني يبدا يستنى في الخطر ديما جايه ديما هكا، ينقص تليفون بحذاه على غفله يقفز يتفجع. ويلاحظوا عليه زاد سورتو في الفترات الاولى، ولا اذا تواصلت معناها الحاله ولينا نحكيوا على كما قلت لك في الفتره الاولى ما نجموش نحكيوا على اضطراب ما بعد الصدمه، كان الا ما يقعدوا الاضطرابات هذوما بعد شهر. بعد شهر بعد شهر خاطر نجموا من الاول يظهروا، بعد يبداو ينقصوا بشويه بشويه ويتجاوزها الانسان. وقتها ما نحكيوش على حاله مرضيه، وقتها نحكيوا على ليتا دو ستريس ايغو، معناها حاجه حاده. الاضطراب حاد ينجم يصير اما يتنحى في الفتره الاولى بطبيعه، حتى هو معناها يحتاج